نبدأ الأول يعني إيه رباع الأبعاد؟ ده الأول كده عشان طب خليني أنا أخدها من الأول براحتك. هو العملية في مجملها عملية هي التكنولوجي اللي فيها اللي غيرت المفهوم، يعني هي شفط عادي خالص بنفس مفهوم شفط الدهون القديم. اللي جد عليها حتة قدرتنا في استئصال او نحت الجسم او شفط الدهون بماشينز او باجهزة. الاجهزة دي هتخلينا نوصل لمناطق وحتت في الجسم ما كناش بنعرف نعملها، بتخلينا نشفط في طبقات سطحية، احنا الاول كنا بنخاف نشفط طبقات سطحية، بتخلينا نوصل ان احنا بنبرز الفيتشرز او التجسيم للجسم اللي هو الثري التو فيها طبعا التو دي والثري دي والفور دي دلوقتي. هي الفكره ان احنا بنعمل تشكيل للجسم عن طريق ان احنا بننحته فعلا عشان نظهر الفيتشرز بتاعته ابعاده، نظهر عضلاته، نظهر كيرفاته عشان نوصل الصوره دي لحاجه مجسمه، حاجه حقيقيه مرسومه بدون بعد رباعي اللي هو الحركي. يعني زي ان في راجل مثلا، الراجل ده عشان يبتدي يظهر عضلاته لازم يعمل كونتراكشن او يعمل انقباض للعضله. احنا ممكن نعمل له الصوره دي في الثبات بدون البعد الرباعي اللي هو الديناميكي او اللي هو بيوصله للشكل ده مع انقباض العضله. هو ده الفرق. طب هو شفط؟ هو شفط. الشفط ده اختلافه ايه عن زمان؟ زمان الشفط اول ما طلع الكلام ده من قرن او اكتر، يعني الشفط كنا بنشفط بطرق بدائيه شويه، كان في الدراي تكنيك وفي الويت تكنيك والسوبر ويت تكنيك. دلوقتي الموضوع ما بقاش بس ان احنا بنحقن توميسن سولوشن عشان نعمل ويت ميثود، لا احنا كمان غيرنا في اشكال الكانيولا، غيرنا في اللايبوماتيك كانولا اللي هي ناحيه كانولا على جهاز باور، تفضل هي تنحت لنفسها الطريق بتاعها، اول ما تلاقي حاجه غير الفاتس هي تقف كنوع من انواع السيفتي. اشكال الكانولا، اشكال الكانولا ايه الكانولا اللي انا هستخدمها ان انا انحت بيها عضله؟ دي اسمها مثلا باسكت كانولا. في الشارك اللي انت لو انت عندك حتت في الجسم فيها تليفات حوالين الدهون صعب ان احنا نوصل لها، بنبتدي نعمل بكانولا شكلها ليها شكل معين زي الفي شيب كده، بتبتدي هي تخش تقطع التليفات دي عشان تبتدي تخلينا احنا نقدر نوصل للاماكن دي. دراستنا نفسها للشكل الجسم وشكل العضله يمكن اللي جاب الحاجات دي قريب ايه؟ فاكر التماثيل المنحوته على المعابد الروماني والحاجات في القدماء المصريين؟ التماثيل دي كانت منحوته بصفه عبقريه، يعني انت ممكن تشوف تفاصيل الهيكل العضلي بتاع الوسط في الراجل، في الرجلين، في الدراعات، لدرجه ان احنا دلوقتي بقينا بنقدر نوصل ان احنا نوصل للشكل ده بدون الشخص ده ما يروح يعمل جيم او يعمل ياخد بروتينز او يعمل ويتس عشان يبني عضلات. الفكر ده ابتدى يتطور جدا دلوقتي باستخدام وسائل، الوسائل دي اللي هو زي اجهزه الفيزر، اجهزه الراديو فريكونسي اسيست لايبوسكشن، في بقى تكنولوجي جديده لسه واصله اسمها الجي بلازما او الكولد بلازما، يعني دي حاجات كتير قوي ابتدت تسهل لنا عمليه الشفط، تسهل لنا الاستشفاء، تنحت لنا الجسم، تبرز الفور دي او الديناميكيه الحركه، تبتدي كمان توصل العيان ده ان هو مش عايز يروح جيم وعايز يبقى جسمه رياضي، لا ده سهل قوي. يعني بره دلوقتي انت لما بتشوف الناس البادي بيلدرز دول ما بنقول لهمش مين يور ترينر، بنقول مين يور بلاستيك سيرجن. الموضوع اختلف خالص.